ابدأ يومك بنشاط وحيوية وسعادة، اذكر الله سبحانه وتعالى في يومك الجميل، وابدأ فيه بذكر الله سبحانه وتعالى. هقولك على شيء كتير بذكر الله سبحانه وتعالى، هقولك على شيء كتير من الناس أوي جربوه، انك تذكر الله سبحانه وتعالى وتقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. خلي أمرك كله لله، خلي حياتك كلها لله، سيب الامر وفوضه لربنا سبحانه وتعالى. ربك قادر ان هو يغير لك، لان الانسان ليس له حول ولا قوه في تخيير الامور وتيسير الامور الا باذن الله سبحانه وتعالى. فطول ما انت امرك كله بايد ربنا، وطول ما انت حياتك كلها بايد الله، ما حد عمرك ما هتقدر تغير الاقدار، ولا عمرك هتغير الاحوال، ولا عمرك هتغير ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي كاتب الخير كله. كاتب لو في شر هيجيلك، عمرك ما هتقدر تغير الأقدار، ولا عمرك هتغير الأحوال، ولا عمرك هتغير اللي ربنا كتبه لك، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي كاتب الخير كله. كاتب لو في شر هيجيلك، كاتبه سبحانه وتعالى، ولا يرفع الشر هذا إلا الدعاء. لو كان دعاء قوي، الدعاء هيرفع البلاء، ولو كان ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.